اليوم صباحا الساعة 12:30 تم إطلاق نار على منزلي في كفر ياسيف. الإصابات كانت في بوابة البيت وفي السيارة، إصابة بعدة أماكن، اللي صار في ضرر مادي. كان في معاي الأحفاد في البيت اللي تأثروا طبيعي، صار عندهم شوية خوف، سمعوا طلقات الرصاص. فإن شاء الله هذا الشيء بتعالج، يعني مسؤولية أمهن البسيكولوجية. الخلفية واضحة يعني حسب رأينا، لأنه كان في قبل أسبوع وصلني تهديد تليفوني، بعدين تهديد بالواتساب برسالتين بيطلبوا انسحابي من المعركة السياسية والانتخابات القادمة لمجلس كفر ياسيف المحلي، ساحب ترشيحي. فهذا أظن أنه كان تهديد واضح وصريح، اللي أجا بعده تعقيبا التعدي بإطلاق النار على البيت. الوضع اليوم بالمجتمع العربي وفي المجالس العربية من سيء إلى أسوأ، حتى من ناحية العنف والجريمة، واللي بأدي لأنه الكثير من المرشحين يعملوا حسابات مرة ومرتين وثلاثة. أنا أعلنت أنه أنا بدي أخوض الانتخابات لمجلس كفر ياسيف المحلي لهدف واحد صريح، أنه أنا بشوف أنه كفر ياسيف يجب أن تكون في موقع أحسن وأفضل من اللي عليه اليوم، وكفر ياسيف إلى حق على أبنائه وإلى حق علي بشكل شخصي، وأنا مفروض ومجبور أتمم هذا الواجب اللي علي. بشوف أنه أنا عندي القدرة والإمكانية والكفاءة أنه أنا أقود البلد لهاي المرحلة، مع يعني لا أنكر أنه أنا متأثر جدا في تاريخ السياسي في البيت. يعني حياة الوالد كان رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي سنة 62، حياة الوالدة فيوليت خوري كانت الرئيس الأولى والوحيدة لحد اليوم كرئيسة مجلس في 72، وظهر أنه هذا كمان ينتقل في الجينات. بس أنا هدفي أنه أخدم بلدي من خلال مؤسسة المجلس المحلي كمؤسسة خدماتية تتعامل مع كل أطياف البلد، مع كل مواطني كفر ياسيف بالتساوي، وهمي يكون أنه أنا أعطي البلد وأهلها بالكفاءات اللي عندي وبالمعرفة اللي عندي وبالإمكانيات اللي أنا ممكن أجيبها لكفر ياسيف، لأنه كفر ياسيف عن جد تستاهل أكثر منك. العلاج الحالي هذه أو الآفة هذه مركبة جدا، تبدأ من التربية في البيت وفي المدرسة والتوعية والتثقيف للمحبة والاحترام الآخر، وتنتهي في تدخل الجهات المختصة الرسمية من رئيس الحكومة نازلا لوزراء المهتمين في هاي المجالات، إقصاء والميزانيات الكافية، والتعامل مع هاي المشكلة كمشكلة قومية مش بس للعرب، إنما راح توصل كمان لليهودي والدرزي والغير العربي كمان. يعني أنا مش شايف إنه هاي الآفة راح نتمكن من حدها وحصرها فقط في المجتمع العربي. يعني الجريمة لا تعرف حدود، ومفروض أنه نبدأ نعالجها في منظومة مرتبة مدروسة مع كل الإمكانيات وكل الموارد اللي الحكومة لازم تعطيها لمجتمعنا العربي، من طاقم ذو خبرة لميزانيات، حتى إحنا نطلع من هاي الورطة اللي إحنا فيها.